A conductor has netted charge QC. If a charge Q is placed in the cavity as shown in the figure, then the flux through the Gaussian surface is Gaussian surface اللي هو الداش ده. بيقول هنا في QC وحط في الكافيتي Q. نرسم بس كده نوضح ال Q اهي. تسحب ليها ماينس Q بغض النظر عن الإشارة دي، لو كانت بلس تسحب ساين، لو كانت ساين تسحب، دي تقلب بلس. وبعدين السيرفس اللي بره كان عليه كيو سي يزيد بمقدار كيو برضو بنفس الإشارة. طيب نبص بقى لجاوسيان سيرفس ده جواه ايه. عارفين ان الفاي بتساوي الكيو انكلوزد على الابسلون نوت، صار عندنا بلس كيو ماينس كيو يعني زيرو، فالجواب زيرو لان اجمالي الشحنة اللي داخل الجاوسيان سيرفيس بصفر، وبالتالي نختار زيرو.